اليوم انا اللي حقول كلمات مصريه ونور المفروض تترجمها بالسعودي او يعني بالخليجي. خليجي خليجي. كلكس بوري بوري جدع. طيب طقطوقه طفايه طفايه صح. طيب الفتيس جير الجير صح. الفتيس يعني جير ما ادري كيف. فسبة دباب الدباب اللي هو العجيب البطة فسبة. طيب اوكي تروسيكل ونيت مو ونيت لا الدباب اللي فيه حوض دباب بس فيه صندوق ورا زين ونيت بس مو ونيت الونيت سيارة هذا دباب ميني ميني. قوطة طماطم طماطم. شفشق او كوز جك جك شاطرة. عبيط هذه مهمة لأنه عندنا معنى وفي مصر معنى تاني. عبيط بالمصري إيش؟ عبيط بالمصري يعني مجنون. مجنون عبيط عندنا يعني عنيد فدائما يصير فيه لبس بين السعوديين والمصريين إذا قلت لأحد أنت عبيط في السعودية يعني أنت عنيد. أوكي؟ طيب لبن حليب. اللبن عندنا في مصر يعني حليب عندنا. أوكي؟ واللبن عندنا اللي هو ايه عندكم رايب رايب, رايب. ايوه. مواصلات او في اسكندريه مشروع باص يعني الميكروباص يسموه مواصلات او في اسكندريه بيسموه المشروع عايز اركب المشروع ما ادري كيف تركب المشروع يعني. طيب نسمع الماتش نشوف الماتش ما يقولوا نسمع ما يقولوا نشوف الماتش يقولوا نسمع الماتش بس ناس وناس ناس وناس. طيب حفلة تسعة أنا وإنتي حنروح حفلة تسعة تيجي في بالك على طول إنه حفلة غنائية صح؟ لا حفلة تسعة إيش يعني؟ حنروح حفلة تسعة حنروح حفلة سبعة عرض السينما بتقولوا إيه؟ آه سينما صح صح لما بيروحوا فيلم مثلا فيلم في السينما الساعة تسعة مش يقولوا فيلم يقولوا حفلة الساعة تسعة هنروح مثلا فيلم حفلة كذا حفلة تسعة حفلة عشرة في الليل حفلة 11 وربي انتوا اللي حفلة يلا تصبحوا على خير.